مساء الخير، شلون احمي طفلي اللي في ايده اكزيما من الكورونا، خاصة ان المعقمات ممكن تهيج الاكزيما؟ نعم فعلا الكحول اللي بالمعقمات يهيج الاكزيما. اول شيء نضاعف ترطيب اليد، ثاني شيء نتجنب مخالطة الناس، فلذلك نتجنب الحاجة للمعقمات. وشيء المهم أيضا أن نختار المعقمات اللي فيها مواد ترطيبية، والأهم من ذلك وهذا كله نستبدل المعقمات بالغسل بالماء والصابون.